نبتدي المقادير يا بنات. عندي كوب طحين، هذا جميع الاستعمالات. اوكي، عندي ربع كوب من الحليب، وعندي ثلاثة ارباع الكوب من الزيت، عندي كوب سكر، اوكي، والفانيليا طبعا البيض، ثلاث حبات من البيض، عندي ذرة ملح وشوي من بيكربونات الصودا، وعندي ملعقة من البيكنج باودر. اول شيء البيض مع الفانيليا مع السكر، بنخلط، وانا بستخدم هنا المضرب اليدوي، اوكي، ليه ما يصير اللون الكريمي. يلا حطينا البيض ورشة من الفانيليا السائل، اوكي، وكوب السكر، اخلط. لانه ما في سكر تحت رافد او انه يعني ما اختلط مع البيض، الحمد لله فيها طيبه. الحين ببتدي اضيف الحليب، وبعدها ان شاء الله الزيت. بخلط شوي، الحين نحط الزيت. بضيف عليه الملح، هي ذرة الملح والبيكربونات السوداء وهذا البيكنج باودر، اوكي؟ هذا المقدار شوي، عقب نضيفه على البيض والسكر والحليب والزيت. الكيكة عادية تقدرين انت يعني تسوينا يوميا، لو حتى مع كاسة شاي حلوة، حد بيجي يعني ضيف يعينك بسرعة، وانت يعني ما تاخذ وقت، كلها 10 دقايق وتكون هي جاهزة ان شاء الله. نضيف الحين الطحين على هذا المقدار. ابتدي على السرعة بنات. إذا شفتي إن المقدار أصبح وايد لين، يعني وايد سائل، تقدرين تضيفين شوية طحين. أنا بعني للحين أنا ما يعني ما مزجنا الطحين عدل مع باقي المقدار. إذا شفتي إن المقدار وايد غليظ، تقدرين تضيفين حليب، يفضل الحليب أحسن من الزيت، أوكي؟ بس أنا شي المقدار عندي أوكي. اساسا لما تحطين الطحين ما في داعي انك انت يعني تستخدمين الجهاز يعني الكهربائي زياده، بالسباتيولا تقدرين تخلطين المقدار وخلاص، ما يبغى شيء. يلا الحين بنصب خليط الكيك في صحن الفرن. حابة أقول لك شيء، إذا تبغين تحطين أي منكهات مثل يعني ريحة البرتقال أو الورد أو أي شيء يعني، تقدرين تضيفين في هالمرحلة آخر شيء،
وانتي تحركين بتكون خلاص. بس انا اباها اليوم ساده بدون منكهات، انا بعتمد بس على الفانيليا. اوكي يلا، حطيتها في قالب، حاطه فيه ورق زبده. اوكي، قالب مستطيل، دخل الفرن على درجه حراره 180 لمده نص ساعه، شيك عليها يعني نص ساعه 40 دقيقه بالكثير. نفتح يا بنات الفرن، نشوفي كملت نص ساعه تقريبا، ما شاء الله تبارك الرحمن. كيكتنا جميلة، لكن أحس إنها بعدها شوي، يعني شوفي هني بعد شوي لين، فبخليها بعد على إن شاء الله تي 10 دقايق وعقب تكون جاهزة. نشوف يا بنات الحين أعطيناها 10 دقايق، يمكن بعد زيادة شوي، الحين خلاص نشوف. أكد بسم الله ما شاء الله شتي. أوكي، طلعها من الفرن ونخليها تبرد. بسم الله الصلاة والسلام على رسول. شوفي بسم الله هي كيكتنا على النبي. ما بطلعها من القالب الحين، بخليها لين ما انها تبرد. اوكي يلا، هاي الكيكه يا بنات طلعناها من القالب. اوكي، هذه ورق الزبده، تعرجات هاي اللي تصير، هي اشياء وايد حلوه تكون في الكيك، هاي جميله الصراحه. فالمهم نقصها الحين ونشوف الكيكه من داخل. كل انا اصور وانا شوفوا ما شاء الله ما شاء الله كيكتنا، يا سلام يا سلام. شوفي شوفي شوفي، ها ها ما فيها لا عجين ولا اي شيء. ها صبري خلينا نقص عدل. كنت أبغيت تشوفين الجزئية هذه، إن هي ما شاء الله كيف يعني حلوة وطيبة. بنقطعها الحين إن شاء الله وبنحطها في صحن التقديم. شوفوا يا بنات كيف يعني قصيتها مقاس إصبع، يعني كذي كذي بس. أوكي، وتبتدين تقصين كذي، يعني شرائح حلوة، وكل حد يقدر ياخذ له شريحة من الكيك هذه. قطعة شوفي شوف الجمالية اللي هي فيها. اوكي، ومع كوب شاي كوفي، ولا اروع ولا اروع، طيبة وسهلة، وبتريحك من اشياء كثير. قلت لك ضيف دخل عليك فيها فجأة، على طول اعتمدي هاي الكيكة، حلوة مع الشاي مع كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني كيف الحال؟ صار لنا زمان ما نزلنا حاجة، ما حطينا شيء على القناة، طبعا الظروف، والحمد لله عدنا والعود وأحمده. وبمناسبة العودة هاي الحلوة وفي هالأيام الفضيلة المباركة إن شاء الله، سويت اليوم كيكة الشاي أو الكوفي، كيكة يعني تقدرين تاكلينها في كل الأوقات، سهلة ومقاديرها موجودة في كل بيت، ما تتطلب من شيء، تقريبا في عادي ثلث ساعة أنت تكونين مخلصة الكيكة هذه. وايد حلوة، اعتمديها وتوكلي على الله، وإن شاء الله يا ربي تابعيني وشوفي المقادير.